بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد أشرف بدر في الكون أشرق. يا ربي صلي على محمد. يا ربي بدر في الكون أشرق. يا ربي صلي على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صلي على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صلي على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صلي على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صلي على محمد على الورى منطقا واصدق. يا ربي صلي على محمد على الورى منطقا واصدق. يا ربي صلي على محمد ظالما بالتقى تحقق. يا ربي صلي على محمد ظالما بالتقى تحقق. يا ربي صلي على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صلي على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صلي على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صلي على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صلي على محمد واصل وسائل ما قتواك. يا ربي صلي على محمد واصل وسائل ما قتواك. يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صلي على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صلي على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صلي على محمد وآله ومن للحبيب عشاك. يا ربي صلي على محمد وآله ومن للحبيب عشاك. يا ربي صلي على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صلي على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام على السلام عليك.
السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك. السلام عليك، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام على المشفع في القيامة، السلام عليك، السلام عليك زين الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضي برهانه، المبسوط في الوجود كرمه إحسانه، سبحان الله وجل تعالى مدعوه ذو مشانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط له من فيض المنة ما جرت به في أقداره الجسمة، فأرسل إليه مشرف خلقه وجل عبيده رحمة، تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادة والغيوب، صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرمه بالمنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، صلى الله عليه. الحمد الذي لا تنعصر وافراد بتعداد ولا يمل تقرار بكثرة دردات، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، صلى الله عليه، ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان،
فما من سر اتصل بي قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عمل أنا من والى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحزن على مقام وتناى في مد وتعالى صلى الله عليه. لاحظته العيون في مسلت بشرا كاملا يزيع ضلالا صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شوني وكمالا صلى الله عليه. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معاني الجلال صلى الله عليه. في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. من فاجد هذا البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان ما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله وأرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة اندثر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها أزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه الله عليه الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه القدرة الباهرة
بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المتلك الكبير، عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المتلك والحسن التام. والسيد صلى الله عليه تنكل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، وما من صلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه وسلم التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بمسجد استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت. صلى الله عليه وسلم فكان مستقره في الأصلاب الفاهرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، نورا حير الأفكار ظهوره فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. كانت الألسن لا تفي بعشر مئشار أوصاف ذلك الموصوف، تشويكا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. صلى الله عليه وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، لكن الزليل تدبير ما حفظته من شر أشرف المخلوقين، ما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. صلى الله عليه بكت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، لا التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عز التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين، ويدخلاني في شفاءة هذا النبي الشافع آمين، ويتروحاني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 يا مجمل جمل أعوالي. الله 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 يا مجمل جمل أعوالي. على بالي يا مجمل جمل أحوالي. الله 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 يا مجمل جمل أحوالي. جمل جمل أحوالي. الله 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 يا مجمل جمل أحوالي. I said.
ظني فاصلح الأول مع التالي يا مجمل جمل أحوالي الله 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 يا مجمل جمل أحوالي باب جودك موسع من باب من وقف على الباب ما مخاف يا صمد يا فرد يا والي يا مجمل جمل أحوالي الله 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 يا مجمل جمل أحوالي صبر حالي يا مجمل جمل أحوالي الله 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 يا مجمل جمل أحوالي جمل جمل أحوالي الله 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 جمل جمل أحوالي والوسيل المصطفى الذي الله والآلي يا مجمل جمل أحوالي الله 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 يا مجمل جمل أحوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل صلى الله عليه وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في عدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه وسلم هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. لما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه، وأمه الردية في المخاوف آمنة، السيدة الكريمة آمنة صلى الله عليه، وعبد الله فألقاه إلى بطنها وضمنه أحشاؤها بمعونة الله محافظة على عك هذه الدرة وصونها، حملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح يمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، العيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة صلى الله عليه، وما من حامل حملت في ذلك العام لا تكفي عملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بأطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. قد ورمى في وجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بحبك وبني خدامك ومريدك جد الحسن ما وانت مرها بتكلم نورها ما وانت كلم نورها مفتصر لها يا حبيبي يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك
قدامك ومريدك يا جد الحسن يا عيني بحبك ومريدك الله الله والمنى مسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسن ما في زي اتنين حب سكن قلبي يزيد كل اتنين جماله ودلاله من غض الجلال جماله ودلاله من غض الجلال ودم الجبال وبريدك والمنى مسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسن بحبك وبريدك والمنى مسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسن أجمل هدية هدية من رب البرية أجمل هدية هدية من رب البرية لكل الدنيا دية جد الحسن ما هو انت مرأة وتكلم بحبك وبريدك واتمنى مسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسن بحبك وبريدك واتمنى مسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسن أحمى الله يا عيني حب الغالي علي يا جد الحسن حبيبي عيني أحمى نور عيني أنت الغالي علي يا جد الحسن بحبك وبريدك واتمنى بسيدك قدامك ومريدك يا جد العسل بحبك وبريدك واتمنى بسيدك قدامك ومريدك يا جد العسل قدامك ومريدك يا جد الحسن بحبك وبريدك واتمنى بسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسن بحبك وبريدك واتمنى بسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسن بحبك وبريدك واتمنى بسيدك قدامك
أمامك ومريدك يا جد الحسن. رقت عيناي شوقا ولطيبة دفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فدا يا قلبه رفقا. رقت عيناي شوقا ولطيبة دفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغاره رأى تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. قلب بالحق تعلق وبغاره رأى تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. آه يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا للروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قمر سيدنا النبي قمر وجميل
جميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمره كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 يا رسول الله وجميل يا حبيب الله يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنوره وقمر قمر قمر سيدنا النبي قمر
سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس له الله الله سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس له الله الله إذا استمعنا فذكر الله مجاتنا وأنسنا أينما كنا في ذكراه سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس له الله الله ومجالس الذكر راوضة الجنان فما يخلو فيها راتعا الخلد مواه سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس له الله الله نل عبيد له في ذكره شرف نحن العبيد له في ذكره شرف لنا وفخر وفخر العبد مولاه سبحان من ذكره عز لذاكره وهو الجالس له الله الله سبحان من ذكره عز لذاكره والجالس له الله الله يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله سوى الله قم بمولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا آخرتي يا رسول الله يسرى إلا يا أبا زهرى ما يبدلني الأسر يسرى إلا يا أبا يا أبا زهرى وبحق الآل والأسرى حلة حلة العقد يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله الله في الورى في الورى بشرا مرأت عين وليست ترى مثل طه
في الورى بشرى خير من فوق سماء سرى ظهر الأخلاق والشمي يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله تمدي فمي دنيا يا النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي أسعد من خادمي دمت خادمكم والبست حاليا والأبراح طوع يدي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي وليس لي بعدكم إرث على أحد يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي حين قرب والود هذا الحبيب على ندي السماوات والأرض لو من فينا بالترحيم أمطار الجود لله على أهل الوجود تثيد والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور اللهم صل عليه يبرز نوره كاملا في عالم الظهور اللهم صل عليه نورا فاق كل نور الله اللهم على من أتم الله عليه ومن سواصي الأمة يحضر عند ولي أمات أميسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممنون صلى الله عليه وحضرت بالتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية هذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فلما سبح الكمال من النور ينعمون وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس يا رسول الله وسرورا قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فطر أبويا للمثاني فزار اليوم لغرد واستضيع بجمال يا رسول الله فقفل حسني تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء يا رسول الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجود يا رسول الله المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وادنا لهجة سبيله مرحبا كايبه نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا
جد الحسين. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. وصلاة الله توشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. رب العالمين فرض صلوات عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي يا من حضر الله النبي خير البشر. النبي يا من حضر الله النبي خير البشر ودنا له القمر والغزل سلم عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه الله الله. النبي مدح الطارة النبي أهل العرب النبي مدح الطارة الحبيب عالي النسب صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي ذاك العارف الله الله أسلموا على يديه. النبي صلوا عليه
صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله قول صحيح النبي ذاك المالك الله الله قول صحيح والقرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أسكى صلاتي وسلامي على رسول الله أسكى صلاتي وسلامي على رسول الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله في ظلام الكون شمس أشرقت فينا بعدما ماتت قلوب جئت تعينا يا ختام الأنبياء نورا وضيا يا شفيع الشفعاء بالإسلام دينا الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله يا طيبة أنت دار نبينا لو يفيض الشوق إليك ما يداوينا دعوناك يا مجيب أن نلقى الحبيب يا نبي مهما تغيب أنت في القلب يكينا الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي
وسلامي على رسول الله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله. قد جاء المختار ختاما نورا وهدى، فهدى للإسلام بعدا بكتاب الله. قد جاء المختار ختاما نورا وهدى، فهدى للإسلام بعدا بكتاب الله. تبت يا بدر التمام يا نبي سلام، أنت يا خير الأنام، نجمنا في ليالي. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله. Yeah.